بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله لكم الأجر أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين يا نون وهذه الليلة الثامنة المخصوصة ل شباب الطف للقاسم ابن الإمام الحسن صلوات ربي وسلامه عليه. مع اليوم قاسم آخر، سيد جليل، شاعر حسيني، مجاهد قارع الطغاة في زمن الطغاة، واليوم قاتل بقصيدته الحسينية مع مجاهدي الحشد، إنه الشاعر الحسيني السيد قاسم الجيزاني. عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء. لنا ولكم الأجر أستاذ محسن وكل الأخوة الموجودين خلف الكواليس، الأخ المخرج، قناة الأيام قناتنا الرائعة، نقول عظم الله أجوركم جميعا. أحسن الله لك العزاء. سيدنا للبصرة خصوصا في الليلة الثامنة وعرس القاسم طقوس وشعائر وحالات قد تكون متفردة، ما هي ذكرياتك؟ نعم. ولحد الآن شنو ممارسات أهل البصرة في هذه الأيام؟ هي البصرة أستاذ محسن، البصرة بها طقوس يعني تختلف عن جميع المحافظات من بداية محرم إلى يوم الأربعين. نعم صحيح. أربعين الإمام الحسين عليه السلام صلوات ربي وسلامه. أما ليلة القاسم عليه السلام فهذا كلنا عرس القاسم. نعم. الناس تحضر الياس والحنة، الحنة والملبس وتحضر البخور وتحضر والقرايات، يعني أنت شوف النساء أو الرجال يعني من مجلس إذا مجلس، يعني كل احنا هسه نمل اي مكان تمل بي انت تقعد ساعه بما فيهم احنا القصائد ومهرجانات. نعم. ما تقدر واكثر من ساعه ما تقدر تتحمل تمل وتروح. نعم. لكن يا سبحان الله بالمجالس الحسينيه تخلص هاي الساعه انتقلوا المجلس الثاني، هاي الساعه تخلص هاي يعني طقوس عجيبه غريبه. اما هذا اليوم هو سؤال قبل لا تقرا القصيده سيد قاسم، وموزع روحك على المآتم؟ بديت تكتب قصيدة بدمع على الخدين، القصيدة بس بواجي ونوح مطلح، ما تانيك تسمحها وتقل الله، أريد الفاطمة الزهراء تسمحها. اللهم صل على محمد. حتى يخف وجعها بالبجع لحسين، دخل كثر البواجي ضلع يوجعها، مو دمع لحسين شلون ياهو القال، روح مسود نجيب اللي يقنعها، وحد حيدر علم اللي يمر عاشوراء اكض عيني على الاخوايات اوزع. الله عظم الله اجرك. اكيد نوزع ارواحنا ونوزع أكيد أكيد العيون أكيد على المجالس اكيد الحسينية. اكيد عظم الله لك الاجر. ذكرتني انت بهاي القصيده قديمه والله. إيه. انا سامعها منك فاجى. إيه. السؤال بدون تحضير الحمد بصراحة. لله الحمد لله. سيدنا للقاسم ايش كاتب؟ شوف أستاذ محسن، أنا راح أقرأ شيء مقدمة للإمام القاسم، لكن أقرأ لأبو القاسم المظلوم أكيد الإمام الحسن عليه السلام. هذا سؤال طبعا أنا حضرة إليك. لا هذا الإمام المظلوم، يعني إحنا مع الأسف يعني مقصرين. يعني راح أقرأ القصيدة للإمام الحسن؟ راح أقرأ لك مقطع للقاسم. للقاسم وأقرأ القصيدة. خليني أسأل سؤال. يلا تقرأ قصيدة الإمام الحسن. ماشي. كمل. لا كمل القصيدة. يا دمع بعيون الدهر ما بطلت لي هسه، يا دمع بعيون الدار ما بطلت لي هسه، جرحوني من ذبحه وهل والبي جرح ما ينسى، بس انا جرحي يختلف لليوم ما بطل نزف، تدري المسافه ايش قد حزن من القاسم لحد عرسه. الله. مو قلت له يا اخوي انتظر للطف بعد بس يومين، يا حسين اجل هالسفر، شفت المنايا يحوما، عباس ما وعلي وبكى وعيونه ظل يوما، على القمي مدري علي مدري على ذيك الخمسه، يا دمع بعيون الدهر ما بطلت لي.
أما قصيدة الإمام القاسم اسأل الإمام الحسن. الحسن عليه السلام أبو القاسم الله يعظم أجرك، هل كان في مرحلة الإعداد للطواف الإمام الحسن؟ نعم أكيد جسدت هذا المفهوم بالقصيدة؟ أكيد. أنا راح أقرأك مقطع نسمع. من القصيدة، قصيدة أول مرة راح تقرأ القناة الأيام تقرأها وهذا المجلس ما حافظ كله وما محضرها بال... من مدد شفوف وصافح وسلم مو خوفا ولكن راد يحقن دم الله. من مدد شفوف وصالح وسلم مو خوفا ولكن راد يحقن دم للذنبي حقد لو تطعن بماضي كريم اهل السما والقاع ما ينذم او للزور الحقيقه وتطعن التاريخ او للزور الحقيقه وتقلب التاريخ الحسن عنبر كرامه ينقرى وينشب من مد شفوفه وصافح وسلم مو خوفا ولكن راد يحقن دم وللذنبي حقد لو تطعن بماضي كريم اهل السما والقاع ما يندم ولو الزور الحقيقه للزور الحقيقه وتقلب التاريخ الحسن عنبر كرامه ينقرى وينشم قرب وجوه جيشه وبين المضموم ولا واحد اللي بيهم من الحرب يرهب قسم منهم خوارج ضامين الثار وقسم لجل الغنائم وقف وتحزم وقسم باع الضمير وقسم يرجف خوف وقسم ويا بن عم خان وتلثم كلهن يدري بيهن يمتى دور السيف ويدري شو وقت بالماعون ينحط سم كلهن يدري بيهن يمتى وقت السيف ويدري شو وقت بالماعون ينحط سم ويدري بالسبايا تروح لأرض الشام ويدري بصدر اخوه حسين يتهشم ويدري بآل مية تقدر العباس ويدري بخيلهم بالسحق ما ترحم بس هي رسالة ولازم تمر بي حتى من خلال نوصل المأتم بس هي رسالة ولازم تمر بي حتى من خلال نوصل المأتم اسماعيل انعفى من الذبح بس حسين هو الذبح العظيم ربك تقدم اسماعيل انعفى من الذبح بس حسين هو الذبح العظيم ربك تقدم اكيد الامام الحسن يدري ومهد القضية الحسين حتى الله سبحانه وتعالى يستجاب من السيدة زينب ومن الامام الحسن قربان النحر الحسين عليه السلام اكيد اكيد اخذتني الى جانب من قصيدة بال2007 كتبتها تقول معركة الطفوف أجمل وجه بالكون جبين القمر صار وحاجب حسامه وعيونه علي الأكبر وعبد الله وعاب استغر كل جروحه بسامه وخدوده حبيب وذاك حر رياح متوسط هجون وصاير الشامه ومعمم الطف عمة رسول الله على رأس الطفوف حسين الإعمامة وجاسم موقفه بالحرب هز الكون لأن وقت الحرب بريح شمامة الله الله آخر القصيدة طبعا أحسنت على هذه القصيدة للإمام الحسن وهذا التوظيف سيد قاسم من جملة المهرجانات التي تقام في البصرة ليش ماكو مهرجان في يوم القاسم شوف أكو لو أكو أنا ما أدري لا أكو بس المشكلة الإعلام يتسلط يعني على يوم سابع يوم نعم. عاشر دائما الإعلام يتسلط على هاي الأيام لا أكيد أكو للإمام القاسم عليه السلام أكو مهرجان وتعرف أنت اللي عن الناس تحضر فأبو الموكب ما يقدر يسوي مهرجانين يعني هو عنده مجلس لكن يوم سابع بعض يسوي مهرجان شعري يسوي مهرجان الإمام العباس ويوم عاشر أيضا وبعض الأيام احنا نسوي استشهاد الإمام زين العابدين أكثر مهرجاناتنا 25 العشرة الثانية يعني العشرة الثالثة مقطع من قصيدة لأبي الفضل العباس لا أنا محضر لك سلام الله على العباس قالوا ما يشور قلنا جربوه ترى العباس ما يحتاج شاره كون يريد يقلب عالي الكل لكن يستحي من حسين جاره الله. تنشد الرواية بطار عباس ومصي للفصول إلا بقراره الله الهسة ورايته للعدل ميثاق إذا تنعقد يطفى الكون ناره الله الله عندي أكو موضوع ذكريات عاشوراء أيه.
نتذكر من كنا نروح ويا ابهاتنا للحسينيه بالمجالس للمجالس، واكو شايب يقعد عنده صينيه وطين خاوه اذا تتذكروها ويذبحنا هيك كذب. هاي جسدتها بيوم عاشر محرم وانا قاعد بالمجلس القارئ يقرا وانا اتذكر، رجعني التاريخ. نعم. رجعني ذكريات. ذكريات زرع ابائنا بداخلنا للطف. والله محسن صادق، نفس اليوم عاشر دخلت بهاي القصيده تقريبا وست ابيات واني بالمجلس. لطيف. وكملتها بعدين. اسمع. انا اول محب يعشق نحر مذبوح. الله. انا اول محب يعشق نحر مذبوح، ومو اخر بشر مجنون على الفطرة. انا اللي ما شايفه حاكم ضريحه وياه. الله. انا اللي ما شايفه حاكم ضريحه وياه. من شمي الثوبه وغازلت عطره. من فتحت عيون ركضت للشباك. الله. ابوس بعتبته وتبوسني الفقره. كنت صغير كلش بس احب طروه. حافر كب وطوف وبطمع بالحضره. كنت صغير كلش بس احب طروه. حافر كب وطوف وبطمع بالحضره واذوب بصوت عبد الزهره من ينعى. الله. واذوب بصوت عبد الزهره من ينعى. والبث ثوب الاسود وابكي من يقرا. وشايب منطقتنا عنده سيف صغير يذبح بيكذب كل من يمد نحره. وكيف من يحطين على راس هواي. واتمنى صدق يذبح من العتره. واشوف الناس تلتز والمخيم نار بتشابيه المواكب ليله العشره. ويمنعوني وعاند بيدي صمت راح حتى اركض واطف من الخيم جمره. يمنعوني اشوف الناس تلتم والمخيم نار بتشابيه المواكب ليلة العشرة. ويمنعوني وعاند بيدي صمت راح حتى اركض وطف من الخيم جمرة. وكف حافر المهرة تمر يمين حسين بالكدوس وما توصل الصدر. يمنعوني وعاند بيدي صمت راح حتى اركض وطف من الخيم جمرة. وكف حافر المهرة التمر يمين حسين بالكدوس لو ما توصل صدره. وعلى اللي يشبه محمد أرد دير العين يشع نور اللي بخده والشمس حمره. وللعباس روحا اخي العباس حتى بطيحته من طائح اشكر. الله. وللعباس روحا لا وللي يشبه على اللي يشبه محمد غدير العين علي الاكبر علي الاكبر يشع نور اللي بخده والشمس حمره. وللعباس روحا اخي العباس حتى بطيحته من طائح اشكر. وتقضي المعركه وتطش جميع الناس تشابيه وقضت كل من مشى بعذره. وما رد الهلي امشي ويا ممشي النوب ما رد الهلي. وتقضي المعركة وطش جميع الناس تشابيه وقضت كل من مشى بعذره. وما رد الهلي امشي ويا ممشي النوب والمروس البقت على القاع مطشرة. والمروس البقت على القاع مطشرة وصيح بصوت عالي يا هذا العطشان وسوي من الفرات على الخيم مجرى. وصل عمر 40 ويا الهدوم السود بس بالقماط الشمس هم عمره. وصل عمر 40 ويا الهدوم السود بس بالقماط الشمس هم عمره. السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين. قاسم يا نور الانظار يا ابن الحسن يا شبدي كبدي تمرد والنظر كف شوفه. كعبة بن جاسم والسيوف الطوفه. نهر الشباب مفطرات جروفه. وما ينقطع بالميدان وانقطع جزر ومدي. شكرا سيد قاسم على هذه القصيدة. عظم الله لكم الأجر أحبتي متابعي قناة الأيام. فاصل ونرجع إليكم مع قصائد الأستاذ الخادم الحسيني السيد قاسم الجيزاني. لا تذهبوا بعيد.
نعم أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون، هذه عودة مع الشاعر الحسيني السيد قاسم الجيزاني. عظم الله لك الأجر أبو محمد سيدنا. أجورنا وأجورك يا حبيبي. أكو بالأربعين مفردة مميزة. نعم. هي راس البيشة. من البحر إلى النحر. هي متلازمة، راس البيشة من البحر إلى النهر. راس البيشة شنو يعني؟ راس البيشة أقصى الجنوب، آخر الحدود العراقية بالفاو. أه. على البحر. على البحر يعني. إيه، من هنا تنطلق مواكب الإمام الحسين في زيارات الأربعين. طبعا للعلم مو بس أهل البصرة ينطلقون من الفاو. أكيد. أكو ناس تجي من استراليا، تجي من أوروبا، تجي من باقي الدول، الراس البيشة أو تنطلق للمسير. أي واضح. فسميت من البحر إلى النحر. واضح. مسيرة الإمام الحسين عليه السلام. وأنا أذكر العام كتبت للمشاية مواكب المشاية، ها يا أبو فاضل قوم شيل الراية. أي. عباس جو خطارك المشاية. الله. قوم تلقى الخطار ما يبرد راسك حار، موش انت لحقد حسين مطحشاية. الله. عباس جو هي أتذكر كتبتها للجوقات يعني هاي. أي نعم، هي حتى تحفزهم. حتى تحفزهم بالمسير. من البحر إلى النحر. نحر عبد الله الرضيع الشعني لك سيد. لا. والسهم هذا. عبد الله الرضيع. أنا الذاكرة صارت ورقية بعد اللي تجاوز الأربعين. أي نعم. يقول هذا الورد مو للذبح. أنا تناولت عبد الله الرضيع بطريقة الخاصة. نعم أكيد. هذا الورد مو للذبح. هاي هم حصرية. هذا الورد بس للشم. حتى الحدائق والهوى لعبد الله سوى المأتم. الله. هذا الورد مو للذبح. هذا الورد بس للشم. حتى الحدائق والهوى لعبد الله سوى المأتم. لبسن الليل بطيحته. من نزف نحره وشفته. الدم صعد لله الدم. هذا الورد مو للذبح. هذا الورد بس للشم. بستان ينزف مو نحر. الله. وش فطر شفاف التين. الماء يبكي والشجر واليقرب الطف ياسين. الله. ليش البراءه تنذبح؟ بيادني وبيادين اقماطه بي ريحه نبي ومطرز بحور العين. تدري الورد من ينذبح تتيتم عيون الفلح ويصبن دموعه وهم. هذا الورد مو للذبح. هذا الورد بس للشم. حتى الحدائق والهوى العبد الله سوى المأتم. يا حسين طر حزن الخيم والدنيا صار السوداء. لبست حزنها على الولد ما لبست على المودة. الله. الفرح مذبوح الفرح واللي ينذبح شي عوده. كسرت جفوف أهلي، كسرت قلوب أهلي السماء، شف زينب المجدود. يا حسين طر حزن الخيم والدنيا صار السودة. لبست حزنها على الولد ما لبست على المودة. الفرح مذبوح الفرح واللي ينذبح شي عودة. كسرت قلوب أهلي السماء، شف زينب المجدودة. والجنة مجدودة بحبيب إهلال يا عيد اللي يهل على الفرح ما نكتم. هذا الورد مو للذبح. هذا الورد بس للشم. بالمهد عمره وكم سهم غير الموت وصافى. بالمهد عمره وكم سهم غير الموت وصافى. عطشان لكن ما رضى يوصل الماء شفافه. عيونه عطشان بقت ما شاف اخوه ما شم اخوه شافه. الله يساعد قلبه عبد الله لما عافه. نور الله راده وينطفي ما دروا بريحة نبي. الدين بسمة يمم. هذا الورد مو للذبح. هذا الورد بس للشم. اسمع هذا المقطع. هاي الرباب تنتظر ما رجع عبد الله شلون. تهز بوجهها والمهد ظل يبكي طلع العيون. الله. هاي الرباب تنتظر ما رجع عبد الله شلون. تهز بوجهها والمهد ظل يبكي طلع العيون. تناشغ مناشغ للسما ويدموعها ينزل لون. الوالدة تفقد ولد شن كل اهلها يموتون. هاي الرباب تعذبت الثكلة مثلها ما بكت كل الوجع بيها التم.
هذا الورد مو للذبح، هذا الورد بس للشم، حتى الحدائق والهوى العبد الله سوى المأكل. أم الوحيد لو رحل وتعدى مثل الفراشة لو تعوف الورد. الله. أم الوحيد لو رحل وتعدى وتعدى مثل الفراشة لو تعوف الوردة، شن حال سنبل ويمناجل حصد. شن حال سنبل ويمناجل حصد، ماي وشحيح بصحراء وعلى الترب متبدي، جاسم ينور الأنظار يا ابن الحسن يا شبدي. يا شبدي أحسنت. أحسن سيد قاسم، وانت من المحسنين. وزينب الحوراء والأربعين، سلام الله. احنا طبعا بالأربعين، قصائد الأربعين تتوزع بين مرد الروس وبين الولاء والمشاعر. نعم. وين تجد نفسك سيد؟ تعرف أقول لك سر؟ أنا أكثر قصائد على السيدة زينب صلوات ربه وسلامه، أكثر القصائد اللي كتبتها السيدة زينب ثقل الطف بعد الاستشهاد طبعا. لكن أنا ضد هواي خطباء وشعراء. شلون؟ يعني أساءوا السيدة زينب مع الأسف، يعني من حيث هو هذا حبه، يعني هو من باب العاطفة والدمعة. لكن أنا عندي وجهة نظر ثانية. شو تقول؟ أقول على رأس الشام وقفت من مشت للشام. طبعا على رأس الشام وقفت من مشت للشام، ولا شارب تدنى وجاب سيرتها. ما راح الذليلة، ما راح الذليلة شارخة على القاع، حرة وآية التطهير خصتها. زينب صحمرة بس شمرة العباس، ما طبت أسيرة لا احتلتها. ما راح الذليلة شامخة على القاع، حرة وآية التطهير خصتها. زينب صحمرة بس شمرة العباس، ما طبت أسيرة لا احتلتها. قائد بالمشي ملا مو ذليلة تروح، قائد بالمشي لا مو ذليلة تروح. ونجوم السمع على المتر رتبتها، زينب شاق حلوق الزلم والجيش، يا اهل قال لك شكه وعبايته. الله. طبعا قائد بالمشي لا مو ذليلة تروح، ونجوم السمع على المتر رتبتها، الله. زينب شاق حلوق الزلم والخيل، يا اهل قال لك شكه وعبايته. ظل جيش الكفر غرض الأبصار يصيح، من طلعت لأخوها شلون طلعتها، سماطين العدو شقوا لأخت عباس، وعباية فاطمة على الرأس غطتها. يا ابن فاينة يا صلى يا ملعون، اللي هو الما بيعلى ما يطب خيمتها. لو ما ثورة الحوراء ما ظل بي، ولا فوق المنابر حكى وقصتها، ولا نسمة وزلم تلطم بعاشوراء، ولا تمشي المواكب ويمشيرتها. راحت متعلي الشام وقفت متعلي، والشام وقفت هي، واهتزت الشام الهاي وقفتها، مو بيضة وحمامة وعنكبوت، هناك ذي الفقار متربع بعتبتها. مو بيضة وحمامة وعنكبوت، هناك ذي الفقار متربع بعتبتها. أحسنت على هذه القصيدة الإذاعية دافع. والسيدة زينب صلوات ربه وسلامه عليها تقول كيد كيدك واسع سعيك لن تمحو، انك والله لم تمحو ذكرنا. فانا ضد انه تروح ذليله ومجروره وعبايتها مشقوقه. هاي زينب هاي اكيد. انا ذكرتني باحدى القصائد المنبريه، اقول ما تمحي ذكري للباري امري، انا العقيله وسلمت للباري امري. كعبانه لا ما انحن ويا يلتزم حدك، ولو ردت تصبح ابرها حتى السما تردك. الله. وش ما سعيت اش ما كدت او ناصبت جهدك، ابقانا بنت المرتضى وجد الطلق جدك. الله. إيه فزينب الحوراء هي حقيقه هي عنوان الطف، وهي وزيره اعلام الامام الحسين التي نشرت ثورة الطف على كل البقاع التي حل بها ركب السبايا. أحسنت كثيرا سيد قاسم على هذه القصيدة. أيضا بالأربعين حديث الروس. نعم. أيضا أحد الروايات يعني يقول تكلم رأس الحسين عند السبي
عشر مرات أو ست مرات أو يعني طبعا نطق بآية سورة الكهف. هنا أنا جسدت هاي الرواية بهذه القصيدة المنبرية. نعم. آيات سمعتها السماء راس وحكى بعد الذبح خل تقعد أصحاب الكهف شمس الله شالوها برمضان. آيات سمعتها السماء راس وحكى بعد الذبح خل تقعد أصحاب الكهف شمس الله شالوها برمضان. كم آية رتل من مشي الكهف ويدخانها حتى العقيلة تستمع لحسين طعم إيمانها. الجرح بالطف شدته بالخمل وبردانها. الله يساعد قلب اختم شو يروس اخوانها. بس اليتامى والحرام وكل من من اهل الحرام تمشوا يروس اخوانها. بس اليتامى والحرام وكل من من اهل الحرام. عباس حسين شمس الله. عباس بالليل القمر وحسين شمس الله الصبح. ايات سمعتها السماء راس وحكى بعد الذبح. الشام من دق الطبل ملتم ناس هواية سولف الراس على الرمح تدرق رغاية. بالشام من دق الطبل ملتم ناس هواية سولف الراس على الرمح تدرق رغاية. فتية وبربهم آمنوا انذهلت الناس بهاية سووا طريق البت على زينب ويا المشاية. بنت فاطمة وجدها النبي تعرفون ياها ويا السبي. من التفت لصياط الغدر اتمنى كل يوم انذبح. ايات سمعتها السماء باس وحشت. من اذن اذان الظهر وصار الصلاة الواجبة حسين همسه شفته وعباس حرك حاجة. الله ما عنده ذرعان وفزع من سمع صوتي خاطبه اللي عنده غيره ومرجله ما خاب كل من نادبه. وياي جحزام الظهر جقد وفو ما عاف النحر من شفه شربت كربله وبسمه الوفه شي الصرح. ايات سمعتها السماء سامع لك هوسات بالاربعينيه من شن نلتقي بموكب فدك. اها بس خلنا اذكرهم اعتقد جيت التو المرحوم عطى السعيد الله عبد الحسين. عبد الحسين صح مشاية جيت التويا من البصرة للكربلة الله يرحم الله يرحم عطى الله يرحم عطى السعيد والله يرحم عبد الحسين كل شعران وخدمه الحسين والله يرحمه قدام الحسين. مو كل اخوي ينحسب. انا كتبت الهوسة على الميمر مو على التجليل. نعم مو كل اخوي ينحسب. هاي الاخوة ساق العطاش وللمجد خط عنوان شال الفرات وصاح ياهو العطشان ومطرن شطين من جفوف ومطرن شطين من جفوف. عاشر محرم من سمع صوت حسين ضحت شفوفه وما بخل وطلعي. شوف كرم عباس واصل لي وين. شوف كرم عباس واصل لي بعيون مضحى شفينا بعيون مضحى وشفينا. يا قائد المثله يا قائد وفارس يا قائد وفارس مثله ويا ضرغام. يا قائد ويا فارس ويا ضرغام بالمعركة كل الصلب ما ينضام فوق الرمح. بس ما غفت عينه ونام وعيونه صد صوب سكينة وعيونه تصد صوب سكينة. أم البنين الربطة وذي الفقار بالمعركة كل الصلب ما ينضام. أم البنين الربطة وذي الفقار عباس بالعباس سوى المعصار. من شاف خيمة زينب اشتعلت نار دخن بس طفى المعروقة. دخن بس طفى المعروقة يعتذر جاي لحضرتك حتى الماي. يعتذر جاي لحضرتك حتى الماي بيوم عاشر قصر وياك الواي. بينك وبين حسين ظل رايح. بينك وبين حسين ظل رايح ويبوس جدام المشاي. ويبوس جدام المشاي. اي بعد بعد هواي الهوسات. وانا اللي قلت لك الذاكره ما تسعفني وبالنقال اكيد نتلكى فاللي نقدر عليه نقدمه ونقراه ان شاء الله. مقطع من من حافظتك اريد تسمعني مقطع من ما حفظته من قصائدك الرائعه.
قصايدي انا لو قصايد السامح؟ لا قصايدك انت. انا سامح هواي قصائد حسينيه قاريها. ادخل يا جرح بي كردح من الروح. ايه ايش ما يكثر نزيفك منبرك يكبر. امام الحسين سلام الله الزيار قصيدة. نعم. ادخل يا جرح. ادخل يا جرح بي كردح من الروح. ايش ما يكثر نزيفك منبرك يكبر. بكثر الزوار قبرك احس بيك جروح وعلى طعنات جسمك رايد الطش. ما وفيك انا لو اصير كل عيون. قبل عام المحرم اقعد اتحضر علي كبت بدمع شميت بي عطار. حرق عتبة عيونه وخجل يتقشر. هذا الشار راسك كل من يا دين. ما وقفت بعين صورة الكوثر. ما شايف رمحي يتعدق على القرآن شال آيات ربه وبيها ما يفتر. أدخل زود عالي وراسي لك وصيحا عاجقك وبمشيته تبختر. ما حد يمر بي الخاطرك يا حسين. ألوذ بسد محبتك من يجي المحشر. مثل دمعة رقية محجبة من الطير. من قد مستحاها بالهوى تأثر. دينك والمنية كان بس الماي. عفته وما شربت الخاطر الخدر. مو بس اللي يحبك زارك من بعيد. حتى كان ضدك همج استغفر. ادخل يا صبر يا ثورة يا ايمان يا لحظة امل بعيون كل مضطر. اتوضع عيوني بصورتك حتى نشوف درب انت المشيت تسقز المخفر. واذا راية بضريحك تنعقد هيهات ما حد يمها يوصل. والزلم تحذر ما صدق حجاب من العقيلة يطيح. إذا بيدك عقدت يا حجاب انجر. إذا بيدك عقدت يا حجاب انجر. إذا بيدك عقدت يا حجاب انجر. أحسنت على هذا المحسنين أستاذ محسن أبو علي الغالي حبيبي الله يحفظك. هواي شاركت في مهرجانات طبعا أكيد. خل ننهي الجزء الثاني وننتقل إلى الجزء الثالث نسولف على مهرجاناتك. أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون فاصل ونرجع لكم مع قصائد سيد قاسم الجيزاني الحسينية والمقاتلة. نعم أحبتي أهلا وسهلا بكم وعظم الله لكم الأجر متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون. الجزء الأخير سيدنا حسين وتحديات العصر. لكل زمان حسين. حسين. ولكل زمان يزيد. ماذا كتبت لتحديات العصر؟ طبعا أول ما أبدي بصاحب الفتوى العظيمة. أحسنت. فتوى الجهاد الكفائي. هي الكف الذي سطر أعداء الحسين. نعم غيرت مخططات العالم كلها. نعم نعم راح أقرأ لك مقاطع. أيه. مقاطع عليك أنا شوي الحفظ قلت لك الكبر شيء أنا أبو كبرت مو مثل الأول. صحة والعافية حبيبي. منو مثلك وقف ضد برها والفيل. أيه. ومنو مثلك صمد ما نكست أعلامه. يا ثورة مجد حقنا انت نوم سبيك. الشرب بس على طولك فصله وخامة. مسيحية الموصل من على الشاشات. ام سبيك انتخت الرافع الهامة. مثل حجدك بقاعي هيك اريد انجيش. ما محتاج ده لا يوصل ترامة. من فتوة علينا من فتوة علينا الوحد الصوبين. مسيح وآية الله نقبل اجدامه وناخذ من عبات اعجاب للتاريخ وعلى راس الصليب اللي في العمامه. وناخذ من عباته نحجب التاريخ وعلى راس الصليب اللي في العمامه. يا نوح العراق الصان شعبه ونجا من الطوفان. سفينة فتوتك مولاي مختومه بختم قرآن. ايدها النبي المختار
حفها برعب على الطغيان ويد 12 معصوم والزهرة وقمر عدنان الله. سارت بانتصار الدم يا ابو محمد رضا تسلم تسلم جبنا وهورنا يناديك لبيك وألف لبيك سيد على السستاني الله. وحق جدك على الكرار وحق من أعلن البيعة أشر بصبعك مولاي أشر وامرك مطيعة بيان الشعب بطل قادم شرياننا يذيعة الله. يا سيد كل طوائفنا مو بس سيد الشيعة العراق بهيبة أطيافه هتف من رتبة اجتافه يا تاج عراقنا نخليك لبيك والف لبيك سيد علي السستان للحش تخلونا هوس هوست بيها ملح نعم حتى ما يوصل الوحش ويقدر الحمزه بربه نعم للحش تخلونا هوس خلونا هوس هوست بيها ملح بعد ما يوصل الوحش ويقدر الحمزه بربه الغدرنا ويا الدواعش لا تقلونا الصلع شلت على اشتاف وعضاني شلت على اشتاف وعضاني للحش تخلونا هوس هوست بيها ثواب بعد ما توصل دواعش والزلم كفة الباب كون كفة تراب رجلين اللي قاتل هيك يا مطخ روح حيل بهالتراب والشيم يمم عصابه والشيم يستاهلون اي والله يستاهلون الحشد وين كتبت الحشيد؟ حشدين الشعب كل شيء هواي انا ثلاث سنوات تدرب في كل المعارك يعني رافقت كل القطعات وحتى اتذكر في تل احفر الله يرحم الشهيد القائد ابو مهدي المهندس رحمه الله عليه كنا برفقة ناظم الحاشي وسمير صبيح الله يرحمه الله على سمير صبيح واعتقد سيد سعيد اعتقد احنا هالمجموعة سيد سعيد الصافي وسيد سعيد اي اعتقد هالمجموعة وابا حسنين يعني قافلة نداء قافلة نداء المرجعية نفسها نعم احنا شكلنا اول يوم الفتوى صحيح. ومباركة السيد السستاني قال انتم مش عندكم جايين التل احفر وهاي المدافع وهاي الجبهة أنا عندي 35,000 مقاتل، أنتم شعراء، أنتم من يخلد الثورات، أنتم من يذكر الشهداء، عليكم ألا تنسون الشهداء. وباكر هاي خاف تنباك جهود الشهداء ودماء وهسه بدت نعم. بدت هسه تنباك نعم. يطلع شاعر جنوبي مجد لي كان من يكون يقول تحررت ذيك الصفحة ودماء ولدنا وين راح؟ فهذا التاريخ هذا صخب علينا وجهة. علينا على كشعراء أن نخلد هاي الدماء الطاهرة طبعاً. فهاي وصية الشهيد أبو مهدي رحمة الله عليه أقول حشدين الشعب مو حشد واحد صار نعم والفتوى كفاية وفخر للي يصعد حشد للنازحين السيد أم الدين وحشد حرر هلا وما عاف خط الصد هيك احنا انولدنا الغيره بينا تفور الزلمه وزادنا بالعرق ما الله الزلمه وزادنا بالعرق ما يبرد لا يطب للمضيف الماربة بديوان ولا يلبس عقاله اللي ما حفظ بيته ولا ينبس جمرها اللي ما عرف للنار الدلس بمجد بيد المشويته لا يطب للمضيف الماربة بديوان ولا يلبس عقاله اللي ما حفظ بيته ولا ينبش جمر هل ما عرف للنار الدلص بمجد بيد المشويته الما يندل الخيل يقول سكت الخيل وانا على الرسل من تاه دليته الما يندل الخيل يقول سكت الخيل وانا على الرسل من تاه دليته بالدم حررته وكحلتها بلون حزن امي على اخوي بيوم زديته انا ابن السترهن اللي ثكن عار وغطى الكشفوها بستر خاجيته ومن شفت النثايا والشعر على القاع بقصب هور الجبايش رحت غطى انا ابن السترهن اللي ثكن عار وغطى الكشفوها بستر خاجيته ومن شفت النثايا والشعر على القاع بقصب هور الجبايش رحت غطيته أنا التارس قبور النجف شجعان أنا السم التشيع ويتوابيته أنا الزفيتهم ما كملوا 20 والقاسم شمع ما بقى بصيني كلهم شبان أنا الزفيتهم ما كملوا 20 والقاسم شمع ما بقى بصينيته واحدهم ركض بالحرب ركض الجون وواحد شق قميص على الامتانيته وما كان هي يزيدية تصيح تخيل كان نختب عرارة موت ناقيته والآخر القصيدة القصيدة طويلة سعد محسن
احسنت. حتى يسعفنا الوقت ونقرا بعد ايه انا اخذتني الى ابو مهدي المهندس القادة الشهداء الحاج قاسم سليماني رحمه الله على روحه، وقول المرجع الاعلى الله يحفظه تاجنا سيد علي السيستاني في خطبه الجمعه وهو يؤبنهم انهم شهداء قادة النصر. النصر يعني شو تريد تقول عنهم؟ هم يعني كل المراجع، كل المراجع بكى عليهم السيد الخامنائي، اتفقوا كشهداء النصر ابو مهدي وحاج قاسم. نعم نعم، واحنا شفناهم بعيوننا اخو، ما حد على دربك مشوا وجنودك هواي ببرد المعركه، كنت انت تشمس يلتم العزم باسمك يا مهيوب، وصورة شفك بغيرتها تترس. الله. تلاميذك أبطال وترسو الكون، البزر أصل إذا يطلع على الرس ويشبهونك يا سيد حتى بالموت سليمان وابو مهدي المهندس. الله الله الله. هم طبعا الله. من أنصار الإمام الحسين. راح أقول لك سر. إيه؟ أول من رث أبو مهدي المهندس أنا. سنت. اول قصيده انكتبت وصار من صار التشيع بالبصره، من اجوا شعب البصره انا قريت، يعني كانت اسرع قصيده قصيدتي، لذلك قلت لرثيتك مقتنع ما حد نخان عليك. احسنت. رثيتك مقتنع ما حد نخان عليك يا سر القصيده، وما عرفت السر أوصاف نحبهم ليش كلهم بيك، وليش ما أقول بحقك مقصر. الله. يا أبو مهدي المهندس والصلابة البيك، يا أبو مهدي المهندس والصلابة البيك، نارك بالقلوب الطاهرة توجر، حتى بطحتك هم ما أخذ من حسين منك ما سلم حد محبس الخلص. الله. حتى بطحتك هم ما أخذ من حسين منك ما سلم حد محبس الخلص. قالوا مو عراقي، وقلت خاب شلون بنشط العرب ولوحته تغزل. الله. قالوا مو عراقي، وقلت خاب شلون بنشط العرب ولوحته تغزل. قالوا طايف، وقلت لهم تقولون اللي مشوا يعلم قانونكم. الله. علي ما سلم منهم. تسلم انت شلون منابر تشتم الكرار وتكبر. الله. ركضت على العبي من طاحنا على القاع، خير وانتخب رغبته ايش قد يستر. الله. ركضت على العب من طاحنا على القاع، خير وانتخب رغبته ايش قد يستر، من شفت المثايا والشعر على القاع، خير وانتخب برغبته ايش قد يستر، من شفت العقل غربت صوبر بيه وشرد قوتها وداعش بقى يشبه. الله. جسر مديت روحك للوطن للناس، حتى الناس عشاق الوطن يعمر. الله. شيست فجتك يا قائد الشجعان. الله. الدرب شي تعوض در، شيست فجتك يا قائد الشجعان، الدرب شي تعوض غير كون بدر، ترى الحر الرياحي وي عبيد الله وملك رحمن، قال له توب واستغفر قبل موته بدقائق صار ويا حسين، وانت من الولادة حد ما ماتك. الله. ترى الحر الرياحي وي عبيد الله وملك رحمن، قال له توب واستغفر قبل موته بدقائق صار ويا حسين، وانت من الولادة حد ما ماتك. نعم، من الولادة يعني، وهو طالب كلية الى استشهاده هو مجاهد. نعم. وعاش حر. نعم. من الطفولة، لان هو ابن منطقتي، ابن البصرة القديمة. نعم. ابن السيمر. نعم. المدرسة اللي كان بيها يداوم الله يرحمه، داوم بيها ابن محمد. نعم. مدرسة عاصمة من دلف. نعم. موجودة بالبصرة، حتى بحياته الله يرحمه اجى رممها على حسابه، رمم المدرسة. الله يرحمه. هذا ابو مهدي الله يرحمه. وهسه روح شوف بيت اخوه، بيتهم بلوك، عندهم محل صغير، ناس بسطاء جدا. هو مجاهد بعد. ايه؟ يعني هو بعد رحمه الله عليه. شو تريد تقول على مجاهد افنى روحه ويا المقاتلين تراب حد الممات؟ يعني احنا شو نريد نقول؟ هو صانع مجد الانتصار. نعم. مع هذه الشهداء الذين قضوا مع فكره الامام الحسين والدفاع عن مقدساتنا، ولبوا فتوى جهادية صدرت من حسين العصر السيد علي الحسيني السيستاني.
نعم سيد قاسم، هاي الدقيقات الأخيرة لبرنامجنا أريد أختم وياك بمقطع أنت تحبه. طفينا دلالنا، شفينا دلالنا وطفينا المدخنات وشدينا الحزم حل يوم المبارك وخيطنا القلوب على الدروع خياط خابط ما يشطنا ودمع على كتاره بمضايفنا نغدر خطارنا يا حي ومن يرضى بمضيفه يطيح خطاره مثل طبع البدو ما نخفى عن مثار البدو ينام بس من ياخذ بثاره سنه ما دام الحشد والزلم موجودين وعلى الدم ما يضيع نعرف فجاره سنه سنتين عشره ما يضيع الثار البدو ينام بس من ياخذ بثاره البدو ينام بس من ياخذ بثاره ابنه ابن جار اتفقه وفدراي على حية تبن عاثت بصيواني ولدغتهم الحية ببيت غدر وخوف وعدوان وشهدها القاصي والداني أنا مقابل الحية مسايس وتدبير وفزع لابنة وكتلها ببيت جيراني صير استنكر الحالة وعوف الثار وهد عليها وقل له أنت قوماني تبتش الشجرة ذا تنقطع منها غصان إلى آخر القصيدة. عظم الله لك الأجر حبيبي سيد قاسم، شكرا لمجيئك وتعبك من البصرة إلى بغداد، تعجز الكلمات عن شكرك. بالعكس أنا أشكركم لدعوتكم لهذه الحلقة الحسينية، أكيد هاي أجر وثواب طبعا. شكرا لك محسن الجوراني وشكرا للمخرج والأخوة المصورين وكل العاملين على قناة الأيام، شكرا وعظم الله أجوركم بهذه الأيام الحسينية، وأنت تعرف ظروف شنو، لكن أنا قطعت المسافة وإجيت لأن أنتم ناس تستاهلون. شكرا جزيلا. والحشد يستاهل، الحسين يستاهل، والحشد يستاهل. أحسنت الحسين. إن شاء الله ما راح نقصر. هذا شوف الشاعر لازم يكون صاحب قضية، الحسين قضيتنا والعراق قضيتنا. نعم أحسنت. شكرا. شكرا لك. سيد قاسم، أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاسين يا نون، الشكر موصول لكم وعظم الله لكم الأجر. إلى حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.